صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اوكي يا جماعة الخير، هذا هو المقطع الثاني من لعبة جوت سيميليتر، محاكي الغنمية أو محاكي العنز أو المهم. شقرت أسوي اليوم أن أروح من مقطع تكون نقطة الهوتيل، يعني فجر الهوتيل تبع شو اسمهم تبع القي. فيلا اتركوا بالمقطع، اعطوا لايك اشتركوا بالقنوات. ولا كيف تحبس أخت الزرافي؟ زرافة اطلعي يا أختي يا حبيبتي. كيف استرجع بسوك الكلاب دول؟ اطلعي اطلعي بقى خلصي، فليت ابوها اطلع اعطينا زرافي عرب. اوكي طلعنا طلعنا عدنا وياك عدنا عدنا ان شاء الله. ابلع فجر هذا، فجرنا اول صف يا جماعة، لازم نعرف نجمع شوية نقاط. فجرنا ثاني صف يا جماعة، ملاهي انا كتير بحب تفجير الملاهي، هذا شو عشقي. يا بسم الله تكت ما في سيدي تكت بدي لشخصين تكت يعني لشخصين لشخصين بدي تكت شكرا لك. بدي فوشار موج شو اسمه شوكو، بدنا شوكو واحد بليز، وبدي روبوت هذا عجبني شكله حلو كثير. تسمحين؟ شكرا 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 على كرمك. شكرا لك والله والله شكرا يعني، بس ايش تبغى الزرافه والخوي الحوت يا حف عليك. يلا بك دكتور. لا ليش تكسروا ركبنا هاي مشي. يلا تعال من ابوك انا اوريك تعال. شفنا انا طول عنه بلا خل نروح وياك ندمر سيارات وهيك نعمل تعرف اشياء حلوه هيك نلعب مع بعض. يلا امشي. لم نحقق هدفنا ال 100 نقطة، لم نحققه بعد، ما زلنا بعيدين عن ال 100 نقطة، ولكن لا بقى. قلعة قلعة ليتس جو. مركز اوصل لعنا مكان بالمدينة كلها. اجي قطاح. ايه لا لسه ما وصلت، لسه ما وصلت له رجعني. ستنا عايشين. جوت حبيبتي جوتو سوسان سوزان بطوطة بطوطة ببطوطة سافرت له ليش ما عم تسافر انا ببطوطة لا ولا ابن بطوطة المعزي ابن بطوطة قاصن قال لك مثلا ازاي يا جماعه ما بعرف كيف نزل جاي. اعوذ بالله اعوذ ما بعرف اكسر اطفي عليك يعني ابوك بات ان هوتيل تاخر في الهوتيل زمان عندكم ابو حاتم راح نمضي نمضي والله تكون هناك. ابلعوا 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 يزرع حتى في حلبة الفندق كله ما اكون ابو الفندق كله ها ما راح اخلي شباب الفندق ما راح اضربه ما راح اخليه بعد من الكل. ابلع 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 انا بدي اخلي الشباب ابلعوا تعالوا قلت لكم جاي انا اوريكم لو تعالوا من بدايه ابو الفندق كله انا اوريكم تونا 40 نقطه بجير بس يدمر حجر شباب دمر انا بتكلم يا بابا يلا هلا على طول الله ايه كفو ايه حيوا يا جماعه حيوا حيوا راح ذبح ابوكم حيوا دار انا ابوكم انا ابو اللي خلفكم ايه حيوا حيوا احسنتم ايه رشاد رقص ابو جهنم ان شاء الله. يلا يلا يا كافرين يلا من هون يلا كافرين زنديقين ابلع ما راح احلل ابوكم انا يا كافرين يا جماعه لازم تذبحوا راح تذبحوا انتم ابلعوا ادق ادق وصانا رجل ما راح اجي من وراكم 100 نقطه دي جي كل خير يلا شكرا بان يلا هي دي جي دي جي احا صار شكله دي جي ميكي ماوس خل روح يلا السلام عليكم ها ايه وي ار باك ولك والله اتورجيكم يا جي انا اوريكم يا جي اولاد الكلب عامل في اوت جي انا اوريكم انا اوريكم انا قررت المقطع يا جماعه المقطع حلو كده يا جماعه يلا حطوا لايك كل لايك راح اخده راح خليك في الدجون حتى المكان صوته خرا حتى المكان اوكي يا جماعه طلعنا كل لايك راح اخده على هذا المقطع راح اذبح واحد من بين هذول الجيل فوق ابلع 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 اوكي جو بسم الله اتمنى نوصل مليون لايك عشان اذبح مليون واحد. بس هذا معكوس اهلين اشهد عم تبيعوا زبالي وتاج اكيد احنا بدنا زبالي بالزبالي انا زبالي عليها قوة ذهبي خلي قوة ذهبي يا جماعة تجو موت موت كلكم لاك موت لاك موتوا يا كلاب موتوا كلكم معلش قربنا نعرف ان 100,000 صف صف لا صف ابن امك وابوك تصف كأس كأس العالم اي نيد ات في بعطيك شيء ايش كانت هل ترغب في بدء سباق اكمل يس نعم نرغب واي نوت نروح نسابق ونربح هاك بنجيب 20,000 نقطة وخلاص بكوننا جبنا 100,000 نقطة بس ما انحسبوا يعني تعرفوا انتو هناك. كراج كراج في مكان ديوم في شي فضائي هون ايش هالكراج اللي في شي فضائي ديوم كرتون بعد جماعة يلا خلينا ننتقل عبر الزمن ننتقل عبر الزمن خير بسرعة من اكتر مكان بيعطيك نقاط بهاللعبة ابلع انقع مجال بعرف جيب شوية نقاط
اركب العنزة، اركب العنزة. تعال مكان مكان اخذك مشى فيه. ابن امك عاد تنزل زيك. اوكي جماعة اصلا عشان تعرف نقطة مع المهم. الا الله يوفقك. ايه كفو الله غنمت علي. ايه بقى اخ اي جبنا 15,000 يا جماعة. لازم اعرف اجيب 5,000 الساعة. مش عارف اختم خلاص. نقع في الجيم. اوكي قررنا خلاص يا جماعة الحلقة. الساعة 3,000 ما خلصت. ده كل اللي ده. شوف المكان كيف راح يتفجر يتدمر. تتير تتير تتير. اوكي جماعة اخوات تتير اتفاقوا معه. اوكي جماعة خلاص وصلنا 25,000. Let's go. جبنا 25,000. Let's go يا جماعة. المهم جبنا 25,000 نقطة وهلق نصار فينا احكي. شكرا لكم على المتابعة. اذا عجبك هذا المقطع حط لايك واشترك بالقنوات مشان نضل نزهك العاب غبية مجنوني مهبودي ما اعرف شو الالعاب اصلا. حط لايك اشترك بالقناة. يلا سلام. اصبر قبل ما تروح هاي لعينكم. هاي شوفوا قبل ما تروحوا. صورة صورة. السلام عليكم. اوكي يا جماعة الخير اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع. اذا شفتوا حط لايك واشترك بالقناة. مسلسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع كان جدا قصير لانه بصراحة ما اعرف ليش هيك قصرته زيادة عن اللزوم. بس انه اتمنى انه عجبك. اهم شيء المتعة ما بيهم اذا كان طول او قصير. ويلا نراكم بمقطع اخر. السلام عليكم. Peace.